أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد عم تتزايد بلبنان، وبمدينة طرابلس تحديداً عم تكون أعداد الإصابات كتير كبيرة، فتم تسجيل بال24 ساعة الماضية 133 إصابة بهيدي المدينة. بلبنان معدل إيجابية الفحوصات بين السكان المحليين ارتفع بشكل تدريجي، وبيشير هيدا المعدل المرتفع إلى أنه فيروس كورونا منتشر بالمجتمع وأنه عدد الحالات الفعلي أعلى من المعلن عنه. هيدا اللي أكده رئيس مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، فنسبة الإصابة بكورونا بناء على فحوصات البي سي آر للمقيمين بلغت 12.86% بلبنان عموما و20% بطرابلس خصوصا. الدكتور فراس الأبيض وضح هذا الموضوع بحديث لتلفزيون نشرة. الانتشار اللي هو انه اذا معدل الخطورة او هالامور وهيك، الرقم حاطته WHO منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية بتقلك انه لما بيكون البوزيتيفيتي ريت فوق 5% معناتها انت الوضع منك اندر كنترول، يعني انت حيصير عندك زيادة وزيادة بالاعداد. كمان بتقول الـ WHO انه اذا انت قربت على 13% معناتها most probably انت you're not testing enough، في كيسز انت ما عم تلقطها. امام هيدا الواقع الوبائي، دعا رئيس لجنه اداره الكوارث بمجلس بلديه طرابلس جميل جبلاوي الجهات المعنيه بالدوله لتاجيل فتح ابواب المدارس للاول من كانون اول المقبل، خصوصا انه نحن مقبلين على موسم الرشح. الانسان لما بيروح يسجل ويعمل كل عمليه تسجيل عم بتم باختلاط قوي، يعني نحن لفينا على المدارس وفي عمليه اختلاط، يعني ما في التزام بالتباعد الاجتماعي والكمامات بالمدارس الخاصة. المدرسة خاصة كل الطاقم الإداري تقريبا أكثر من 10-15 شخص مع كورونا هلا بطرابلس وفاتحين باب التسجيل. وليش الواحد كانون أول؟ لأن بتكون موجة الجريب قطعت، بتعرفي نحن بس تنفيش عنا موجتين جريب، موجة أول الموسم وموجة آخر الموسم، المناعة كلنا بنعرف الشتوية المناعة بتضعف. جبلاوي اعتبر من ناحية تانية أنه قرار وزير التربية بفتح المدارس ب 28 أيلول هو خطوة ناقصة ومخاطرة غير مبررة، وفكرة التعلم عن بعد صعب تطبيقها بمدينة طرابلس. نحن بطرابلس مدينة فقيرة، أهلنا وناسنا ما قادرين يتعلموا عن بعض، ليش تنسحق عن بعض؟ ما قادرين. أنا عندي ناس ما عندهم كهرباء بالبيت، كيف تتعلم عن بعض؟ أنا لما عندي ناس ما عم بقدر طعميهم، يعني أنا بقول عيب شو مع الوزير عم يفكر يعمل تعليم عن بعض بمدينة أكثر من 60% تحت خط الفقر و70% تحت خط الفقر. بدوره اعتبر رئيس مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض بموضوع فتح المدارس أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الانتشار الوبائي بكل منطقة على حدة والتعامل معه بشكل استثنائي لغاية السيطرة على الوباء فيها، ويجب أنه يكون في ليونة بمقاربة هذا الموضوع. ما في شك أنه يعني فتح أو عدم فتح المدارس مصيبة. أول شيء أنت عندك عالم يعني إذا ما تعلمت مشكلة، ثانيا في عندك ناس ما بيقدروا على شغلهم ليبعتوا أولادهم على المدرسة، وهيدا اللي عم بسمعه من طرابلس جدا مؤسف. ليش؟ لأنه هيدا بكرة حيزيد عنا بالمستقبل المشاكل أو الفروقات ما بين الطبقات الفقيرة والغنية، لأنه الغني عنده إنترنت هاي سبيد وعنده 3 لابتوبس وعنده كذا، والفقير المعتر الطريقة الوحيدة ليطلع من الفقر هو يروح على المدرسة. أما عن موضوع موسم الرشح، فاعتبر الأبيض أنه الخطورة بتكمن بالخبصة اللي ممكن تصير بين مرضى الكورونا ومرضى الجريب العادي، مما رح يزيد الضغط على المستشفيات. لجنة إدارة الكوارث ببلدية طرابلس رفعت توصية تأجيل فتح المدارس لخلية أزمة الكورونا بالمحافظة بدورة وافقت الأخيرة، ورفعت هيدي التوصية للجهات المعنية بظل وجود فروقات كتيرة بين مختلف المناطق بلبنان على جميع الأصعدة الاجتماعية الاقتصادية التنموية، واليوم على صعيد جائحة كورونا، كيف رح يتم التعامل معها بالموضوع التربوي؟